مرحبا مشاهدينا، نبدا اليوم معكم بحلقه جديده ومشوار جديد من برنامج جريده ونت من على شاشه العراقيه الرياضيه. اليوم الحلقه فيها الكثير من الاخبار في الصحف المحليه واخبار السوشيال ميديا وايضا المحطه العالميه وكل الاخبار الرياضيه هنا، كل هذا بعد الفاصل. اهلا مشاهدينا، نبدا حلقه اليوم من برنامج جريده ونت به قراءه العناوين في الصحف المحليه الصادره لهذا الصباح، والبدايه مع صحيفه الصباح في نسختها الاولى. ليوثنا يتطلعوا لبدايه مثاليه امام لبنان. كانت هذه النسخه الاولى، الى النسخه الثانيه من الصباح ايضا. جاسم سوادي بطولة غرب آسيا فرصة لتحضير ناشئين. أيضا أحمد جمعة لقاء اليوم مفتاح تصدر المجموعة. مشاريع رياضية جديدة في سهل نينوى ودعم دولي لإنجاح بطولة الأندية العربية بالجودو. منتخبنا بكرة اليد في المجموعة الثالثة آسيويا، ومدرب ثلاثة الشرطة ينتقد أداء لاعبيه. كانت هذه النسخة الثانية من الصباح، وإلى النسخة الثالثة والأخيرة من الصباح. بعد النجاح التنظيمي الكبير في استضافة غرب آسيا للشباب، رفع الحظر عن ملاعبنا هل بات قريبا؟ انتهت الصباح أو لا زال معنا الوقت الآن مع الصباح والكثير من العناوين، هذه المرة عالميا. ثلاثة كروات في مواجهة ريال مدريد وانتر ميلان، وهاميلتون فيرستابن صراع نحو لقب العالم للفورمولا 1. هذه المرة أيضا جاز يواصل صحوته في الـ NBA، ومنافسة ثلاثية على بلوغ الأدوار الإقصائية للتشامبيونز ليج. انتهت الصباح، ننتقل إلى المدى مشاهدينا سوية، أيضا مجموعة من العناوين ومحليا. طه قادر: تمزيق العلم كذبة معرضة تعكر الأخ الكردي العربي. حمزة عبيد: مهارات لاعبي الدوري المصاحب معدومة. تلاميذ كمال يتطلعون للعلامة الكاملة من لبنان. ناشئة اليد يختتمون معسكرا ناجحا في كربلاء. مستمرين بقراءة العناوين إلى صحيفة الزمان مشاهدينا، وجاء فيها علوان: عشقي لكرة القدم النصوية أجبرني على الاستمرار. سبعة أوسمة ملونة لمنتخب العراق بالفروسية في سلطنة عمان. وفورمولا 1 هاميلتون يحصد بجائزة السعودية الكبرى ويرجع الحسم إلى سباق أبو ظبي. وروبليف يقرب روسيا من الفوز بكأس ديفيز. وأخيرا لا مفاجأة في دور 16 ومصاف الجنوب لربع نهائي الكأس. كانت هذه الزمان في ملحقها الرياضي، إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة الدستور مشاهدينا. أزمة مباراة أربيل تتصاعد، ومشربت هدفنا الفوز بلقاء اليوم. مواجهات حاسمة ببطولة مونديال العرب، ومناشدات بإصدار عقوبات قاسية للحد من الشغب. الصقور يتغلبون على نفط البصرة ببطولة الكأس. منتخب الناشئين يلاعب لبنان بغرب آسيا. اتحاد الكرة: سنقضي على الشغب. هنا درجال يلتقي بوسائل الإعلام بالدوحة. ومصاف الجنوب يصل إلى دور الثمانية بالكأس، والزوراء يتخطى القاسم بالكأس أيضا. كانت هذه الدستور في النسخة الأولى، إلى النسخة الثانية منها. قطر تكتفي بالتذاكر لحضور مباريات كأس العرب المقبلة. وأيضا اتحاد الكرة يشكر سماحة السيد مقتدى الصدر لاستقباله منتخب الشباب.
منتخب العراق بالفروسية يتوج بالبطولة الدولية لانتقاد الأوتاد. أيضا هنا مجموعة من العناوين، القوة الجوية يبلغ ربع نهائي كأس العراق، منتخب سلة بغداد بوصافة بطولة الجمهورية، مقتدى جلال موهوب في حراسة مرمى كرة اليد، واتحاد الكرة يؤكد قرارات قاسية تنتظر مثيري الشغب، واستقبال حافل لمنتخب شباب لبنان، وأخيرا درجال يلتقي ممثلي وسائل الإعلام في الدوحة. كرت هذه الدستور، ننتقل الآن إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة الحقيقة. مشاهدينا، أبطال العراق بالمواي تاي يواجهون برازيليا وكازاخستانيا وماليزيا، التكريتي ينتظر الضوء الأخضر لمواجهة منافسة الإيطالي. الشرطة والجيش وغاز الجنوب وأربيل والمصافي بالعلامة الكاملة. ملعب كركوك الأولمبي يقترب من نسبة الإنجاز الكلي والتسليم الأول أيضا. اليوم منتخبنا الوطني يلاعب لبنان في بطولة غرب آسيا للناشئين بكرة القدم. كانت هذه الحقيقة في نسختها الأولى، إلى الحقيقة في النسخة الثانية. تشافي يحسم مشاركة فاتي في موقعة بايرن. ميدفيديف يصف مشاعره بعد التتويج بكأس ديفز. وقضيفة فريد تمنح أنجنيك الانتصار الأول مع مانشستر يونايتد. وإبراهيموفيتش سألعب مع حفيد مالديني ونجلي يشبه جاتوزو. انتهت هنا النسخة الثانية من الحقيقة، لازلنا مع الصحف المحلية مشاهدينا إلى الصباح الجديد وفيها مجموعة من العناوين. اليوم منتخبنا الوطني للناشئين يواجه لبنان في أولى مباريات غربي آسيا. ثلاثون وسام الملونة حصلت البارالمبية في ختام الدورة الآسيوية للشباب. أحسين سالم يفوز بالقاضية في بطولة العالم بالمواي تاي. وطني اليد إلى جانب قطر والإمارات وعمان في البطولة الآسيوية. وأخيراً علاء محمد علوان بغداد كسب إشادة الجورجي والسليمانية، استحق لقب الجمهورية. كانت هذه الصباح الجديد أيضاً الصباح الجديد في النسخة الثانية. ميلان في مهمة انتحارية أوروبية أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وسواريز يحلل سبب معاناة ميسي في باريس. هاميلتون يظفر بسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1. ومانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول مع مدربه الجديد. يوتا جاز يواصل صحوته في دوري السلة الأمريكي لكرة السلة. نعم مشاهدينا، انتهت معنا كل الصحف المحلية من حيث العناوين، نبقى مع الصحف المحلية لكن في جزء المقالات بعد الفاصل. إلى المقالات مباشرة مشاهدينا، هذا المقال في صحيفة الزمان كما تشاهدون. هذا المقال بعنوان الجهد المطلوب لكاتبه الصحفي الرياضي عبد الحكيم مصطفى. ما هو الجهد المطلوب؟ تفاصيل مع إسراء. يقول وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أن العالم شاهد روعة تنظيم بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب، والتي جرت في ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، وملعب فرانسو حريري في أربيل، وملعب الحبيبية في العاصمة بغداد. وكانت البطولة رسالة واضحة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مضمونها يشير إلى أن العراق جاهز لاستقبال مباريات جميع البطولات القارية والدولية بعد رفع الحظر عن ملاعبه. لا أحد يختلف مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال فيما ذهب إليه بصدد استعداد العراق لاستقبال المنتخبات الشقيقة والصديقة في ملاعبه في إطار البطولات الرسمية. بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب كانت امتحانا إداريا جديدا نجح فيه اتحاد الكرة، ولكن لا جدوى للتقييم المحلي لأي نشاط تنافسي ينظمه الاتحاد. تقييم الاتحاد الدولي الفيفا هو المهم والحاسم في رفع الحظر عن ملاعبنا.
أمام هذه الحقيقة يجب أن يراجع اتحاد كرة القدم خطته الإدارية في مسألة رفع الحظر، ويكثف اتصالاته مع مصادر القرار الاتحادين الآسيوي والدولي، ويستثمر وجود العضو العراقي في الاتحاد القاري عبد الخالق مسعود لتحقيق هدف رفع الحظر عن ملاعبنا، والذي يترتب عليه فوائد لا تحصى لمنتخباتنا الوطنية للفئات العمرية. والفائدة القريبة المنظورة هي اللعب أمام منتخبي الإمارات وسوريا في البصرة في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لحصد النقاط الكاملة والفوز بالمركز الثالث في المجموعة، ثم التنافس نصف البطاقة المخصصة لآسيا. ونؤكد على الاتصالات الإدارية المكثفة، لأن الاتحاد عرف ما الذي يجب فعله خاصة بعد إخفاقه في المدة القصيرة الماضية في إقناع الاتحاد الدولي لرفع الحظر. نعم مشاهدينا، أيضا في المقالات، وإلى المقال الثاني، هذا المقال في صحيفة المدى مشاهدينا، وبعنوان استيعاب صدمة فيانسو لكاتبه الصحفي الرياضي محمد حمدي، يتحدث بهذا المقال عن طرق الشغب العديدة خاصة عندما يقترب العراق عن رفع الحظر عن الملاعب. نسمع إسراء والتفاصيل. لا أعرف تحديدا لماذا تحصل بعض الأحداث المفتعلة كلما اقتربنا من رفع الحظر كليا عن ملاعبنا. أحداث جسام يصل صداها إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية، وتأتي بتوقيت غير مناسب تماما لتعيدنا للمربع الأول على حد رأي السياسيين وعباراتهم المكررة دائما. ما زلنا نعيش ذروة الانتعاش من جراء موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي على نقل نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للشباب من البصرة إلى بغداد، في أمسية الإعلان عن ولادة تحفة معمارية جديدة تضاف إلى ملاعبنا الكبيرة الذي امتلأ ناخره بجماهير متعطشة لمشاهدة المباريات وتشجيع فرقنا الوطنية. فكانت الأمسية حديث الإعلام العالمي في كل مكان، إلى الحد الذي رأينا الصحف الخليجية برمتها تتحدث عن عبثية الحظر المفروض على روعة دخول الجمهور العراقي الهائل إلى الملاعب. كان العمل تعزيزا لجهود مضنية ومساع حثيثة على مدار مدة زمنية طويلة سعت فيها أطراف عدة، لا سيما وزارة الشباب والرياضة، والتي استهدفت رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية بعد حرمان دام عقودا عدة. وقد تجلى هذا النشاط في فعاليات مختلفة ومتنوعة، منها عن طريق اللقاء مع الوزراء والسفراء وزيارات إلى مقر الاتحاد الدولي بكرة القدم، ووقفات تطالب بحق البلاد في الاستضافة، ومبادرات مختلفة، وبناء ملاعب كلفتنا الكثير جدا. نعم مشاهدينا، نعود معكم، نستمر بمشوار جريدة ونت. نشكر الزميلة إسراء على قراءة المقالات. مشاهدينا الآن ننتقل إلى أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت الأخبار الرياضية هناك. البداية بالنقاط لأربع منتخبات، لأربع فرق ومن ضمنهم العراق، حيث اللعب والفوز والتعادل والخسارة والنقاط. كانت المنتخبات قطر، عمان، العراق والبحرين. نستمر معكم ولازلنا في أخبار السوشيال ميديا مشاهدينا، هذه المرة أيضا بالنسب والنقاط، تقييم اللاعبين، وأمامكم الصورة. لازلنا مستمرين، ننتقل الآن إلى بوست لموقع المحترفين. بعد الخسارة بثلاثية من قطر، المدرب بيتروفيتش فقدنا السيطرة على المباراة منذ الدقيقة 80 بسبب الإرهاق،
واستغلها منتخب قطر بشكل مثالي. قدمنا أداء إيجابيا في المباريات الثلاث وفريقنا الحالي له مستقبل جيد. من موقع المحترفين إلى بوست آخر لشبكة الكرة العراقية مشاهدينا. بشار رسم: لم نستغل الفرص والخسارة أمام قطر بسبب هبوط اللياقة البدنية لمنتخبنا. من بشار رسم إلى حفيظ دراجي نشر: آن الأوان لكي نقف كلنا معا من أجل العراق ومن أجل رفع الحظر على ملاعب العراق والسماح لجماهيره بمعايشة مباريات منتخبها على أراضيه، خاصة وأن مرافقة في بغداد، البصرة، أربيل وكربلاء هي تحف رياضية فريدة من نوعها. أيضا نستمر، وهذه المرة صدى الكرة العراقية نشر: أشرف بن عياد نشر: الجمهور العراقي يعشق كرة القدم ويستحق كل خير. من صدى الكرة العراقية إلى بوست آخر، ونتحدث هذه المرة عن تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021. بفضل تراجع أنديتنا آسيويا، العراق يتراجع 4 مراكز ليستقر في المركز 13 في تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية ب 3.250 نقطة. التصنيف سيتم اعتماده في قرعة دوري أبطال آسيا 2023، وأنديتنا مطالبة بالتألق في النسخة المقبلة لاستعادة المركز السابق حتى تستطيع المشاركة في دوري أبطال آسيا. لازلنا بأخبار السوشيال ميديا، وهذه المرة الصفحة الرسمية لنادي الديوانية نشروا: الديوانية يجري الوحدة التدريبية الأولى ضمن معسكر بغداد استعدادا للاستحقاقات المقبلة في دورينا. مستمرين معكم مشاهدينا، وهذه المرة نادي نفط ميسان: فريق نفط ميسان يستغل توقف الدوري ويصل العاصمة بغداد من أجل خوض مباريات ودية تحضيرا للجولات المقبلة من الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق اليوم وحدة تدريبية على ملعب نادي الزورة. من نادي نفط ميسان إلى نادي زاخو الرياضي نشر: اليوم في ملعب زاخو استقبال لاعبي فريق زاخو منتخب الرئيس والفريق الإداري والجماهير خلف نجاحهم للمرحلة الثامنة من كأس العراق. أيضا بوست آخر لمعرض كرة السلة العراقية نشر: لاعب الحشد الشعبي عباس هادي بشأن مواجهة فريقه الصعبة ضد النفط: سندخل مباراة النفط بشعار الفوز لا غير، وقادرون على إلحاق الخسارة الأولى بالنفط، والإدارة سخرت كل الإمكانيات لندخل المنافسات دون أي نقوصات، الفريق جاهز لهذه المواجهة الصعبة، والأهم هو استعادتنا لخدمات جميع اللاعبين المصابين وعازمون هذا الموسم على نيل لقب الدوري الممتاز. من معرض كرة السلة إلى أعلام اللجنة البارالمبية العراقية، وهذا آخر بوست معنا في أخبار السوشيال ميديا:
حذرت البعثة الرياضية بكافة أفرادها مساء الاثنين حفل اختتام دورة الألعاب الآسيوية للشباب بحضور رئيس الوفد العراقي الأستاذ سعد عبد المجيد ورئيس البعثة العراقية دكتور أحمد العاني وأفراد البعثة العراقية في البحرين التي حصلت على إنجاز كبير وصل إلى 30 مساما ملونا ومن المؤمل أن تعود البعثة العراقية للعاصمة بغداد على دفعتين الأولى يوم الثلاثاء والدفعة الثانية يوم الأربعاء. انتهت معنا كل الأخبار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. نأخذ هذا الفاصل ونرجع وياكم مشاهدينا للأخبار العالمية. إلى الأخبار العالمية مباشرة مشاهدينا، وأول الأخبار معي هو لواء الجمعة. المدير الرياضي في جهاز المنتخب المصري وائل جمعة يستعيد ذكرياته مع منتخب الجزائر عبر الانستغرام. من وائل جمعة إلى موقع كرة أونلاين نشر قائمة برشلونة لمباراة بايرن ميونخ الحاسمة استبعاد فاتي. بعد كرة أونلاين ندخل الآن في الصحف العالمية. أول الصحف معي هي صحيفة ذا سان، وجاء فيها دي ماريا جراي يسجل هدفا مذهلا في اللحظة الأخيرة ليخفف الضغط على بينيتيز بعد فشل جانب ميكيل أرتيتا. بعد صحيفة ذا صن ندخل الآن بالصحيفة الإسبانية ماركا. في ماركا جاء نتيجة سلبية بين خيتافي وأتلتيك بلباو. من ماركا إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة لا غازيتا دالو سبورت، وجاء فيها تعادل بين كالياري وتورينو بعد مباراة صعبة. إلى آخر الصحف، الصحيفة الفرنسية الأخيرة لكيب، جاء فيها تقرير جديد حول الهجوم على بايت وإيقاف المباراة بعد ذلك. مشاهدينا الآن وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة والشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن والمصورين الشباب داخل الاستوديو. شكرا للجميع، إلى اللقاء.